السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله بنكمل شرح منهج ديسكفر الترم الثاني منهج KG1، وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح شابتر 2، والنهاردة هنبتدي نشرح شابتر 3 أو الفصل الثالث. Where can I buy يعني أين يمكنني أن أشتري، أين يمكنني أن أشتري، من أين يمكنني أن أشتري. وهنا بيكلمنا عن الأماكن اللي احنا ممكن نشتري منها الجودز أو المنتجات المختلفة والبضائع المختلفة، وده طبعا في المحور الثالث أو How the World Works، كيف يعمل العالم. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده cover chapter 3. Where can I buy؟ Where يعني أين أو من أين، وده السؤال عن المكان. Can أستطيع أو يستطيع، I buy أنا أشتري، من أين يمكنني أن أشتري، منين أقدر أشتري المنتجات أو الجودز المختلفة. ويلا نروح لأول بيج في الشابتر ده، ونوصل لبيج 37 أو صفحة 37، وهي عنوانها Wants and Needs. Wants يعني الرغبات، and needs والحاجات، الاحتياجات المختلفة. واحنا عرفنا قبل كده يا اصحابي ان في فرق كبير جدا بين الوونت والنيد، وكنا خدنا درس خاص بالجزء ده في الترم الاول. وطبعا في فرق كبير بين النيد والوونت. الوونت يا اصحابي او الرغبة هي الحاجة اللي انت ممكن تكون عايزها، بس من غيرها حياتك مش هتتأثر. زي مثلا لو انت عاوز لعبة جديدة، لو انت عايز تاكل مثلا قطعة حلوة او شوكولاتة، لو انت ما حصلتش على الحاجة دي او على الرغبة دي او على الوونت دي، حياتك مش هتتأثر. لكن النيد او الحاجة هي شيء حياتك بتتأثر لو هو مش موجود. النيد هي حاجات اساسية، من غيرها حياتنا بتتأثر وممكن نقدر لها نموت. زي مثلا الطعام، لو احنا ما كلناش ممكن نموت. زي مثلا المياه او الووتر، لو احنا ما شربناش الووتر ممكن نموت. زي مثلا الشلتر او المأوى، لو احنا ما عندناش شلتر او مأوى ممكن نموت، اللي هو البيت يعني. لو احنا كمان ما عندناش كلوز او ملابس، لو احنا ما عندناش شوز او حذاء، حياتنا هتتأثر تأثر كبير. ففي حاجات بتبقى اسمها النيدز اللي هي الاحتياجات الأساسية، الاحتياجات اللي من غيرها حياتنا ممكن تتأثر. فالوونت أو الرغبة حاجة أنت ممكن تستغنى عنها، شيء أنت ممكن تستغنى عنه، لو ما حصلتش عليه مش هيحصل لك حاجة. لكن النيد هي حاجة أساسية، شيء أساسي، من غيره حياتك هتتأثر تأثير كبير. هنا بيقول لنا الوونتس أو الرغبات and needs والحاجات. wants and needs الرغبات والاحتياجات. وهنا بيكلمنا عن الرغبات والاحتياجات والفرق بينهم. وهنا بيقول لنا circle the goods. circle يعني ضع دائرة حول، the goods البضائع، that meet التي تقابل، a need حاجة أساسية، شيء أساسي من غيره حياتك هتتأثر. وبيقول لك كمان draw earthen a box. a box يعني مربع، يعني صندوق، around the goods حول البضائع، that are wants اللي هي بتمثل رغبات يعني حاجات ممكن احنا نستغنى عنها وحياتنا مش هتتأثر لو ما حصلناش عليها. فاول حاجة عندنا هنا في بابت او لعبة عروسة لعبة. هل يا ترى دي نيد ولا وونت يا اصحابي؟ شاطرين كلكو، دي طبعا وونت. فنعمل حواليها بوكس زي ما احنا عرفنا وزي ما احنا شايفين قدامنا، لان دي وونت او رغبة، ودي شيء مش اساسي لو ما حصلناش عليه مش هيحصل لنا حاجة.
طب عندنا اللعبة دي او الترين توي ده او اللعبة ده وونت ولا نيد يا اصحابي؟ وونت. وونت شاطرين، يبقى برضو ده هنعمل حواليه بوكس او صندوق او مربع علشان خاطر ده وونت مش نيد، ده رغبة مش حاجة، فبالتالي لو ما حصلناش عليها مش هيحصل لنا اي مشكلة. طب الووتر، الووتر او المياه، المية اللي احنا بنشربها دي نيد ولا وونت؟ فكروا كده يا اصحابي. نيد. نيد شاطرين، نيد يعني حاجة، شيء اساسي، احتياج اساسي، من غيره حياتنا هتتأثر، فنعمل حواليها سيركل او دائرة. طب ال vegetables او الخضروات دي، التوميتو والكاروت دي، الطماطم والجزر ده، دول نيد ولا وونت يا اصحابي؟ نيد. نيد شاطرين، لان ده فود وده والفود طبعا شيء اساسي، من غيره حياتنا هتتأثر، فهنعمل حواليها سيركل علشان خاطر دي نيد، احنا حاجة محتاجينها. طب الشوز ده، الشوز ده او الحذاء ده نيد ولا وونت يا اصحابي؟ نيد. شاطرين، نيد فعلا صح، هنعمل حواليها سيركل هي كمان، لان ده من غيرها مش هنقدر نعيش حياتنا بشكل عادي. طب البريد، البريد او الخبز ده نيد ولا وانت يا اصحابي؟ نيد. نيد شاطرين، لان ده طبعا فود والفود شيء اساسي ومهم لحياتنا، من غيره حياتنا هتتأثر تأثير كبير. فبكده احنا عرفنا نحدد النيدز او الاحتياجات الاساسية والوونتس، والوونتس او الرغبات اللي ممكن نستغنى عنها وهنعيش حياتنا بشكل عادي. والكلمات الجديدة في البيج هنا سيركل، سيركل طبعا زي ما احنا عارفين يعني دائرة، ضع دائرة حول. جودز، جودز البضائع. ميت، ميت يقابل او تقابل. نيد حاجة اساسية، احتياج اساسي. درو ارسن، بوكس، بوكس صندوق او مربع. around، around يعني حول. the goods، the goods البضائع. that are wants، wants يعني رغبات. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 38 او صفحة 38 وعنوانها polite behavior. polite يعني مؤدب، وbehavior، behavior يعني سلوك، السلوك المؤدب polite behavior. وهنا بيكلمنا عن سلوكيات الناس في المتاجر او في الستورز او في الاماكن اللي احنا بنشتري منها الحاجات. زي ما قلنا احنا بنتكلم هنا في الشابتر ده عن where can I buy يعني اين يمكنني شراء الحاجات طبعا المختلفة. فهنا بيكلمنا عن سلوك الناس وسلوك الاطفال في الاماكن المختلفة اللي بتبيع البضائع. فpolite، polite يعني مؤدب، وbehavior، behavior يعني سلوك. فبيقول لنا هنا look at، انظر على how each child is behaving. how each، how يعني كيف، each child كل طفل، each كل child طفل، is behaving، is behaving بيتصرف بسلوك معين. circle، circle يعني ضع دائرة حول. the children حول الأطفال. showing polite behavior اللي بيوضحوا، showing بيوضحوا، بيعرضوا، بيوروا، بيعملوا polite behavior يعني سلوك مؤدب. x، draw an x، ارسم علامة x أو علامة false أو علامة غلط. on children على الأطفال. showing bad behavior، showing bad behavior اللي بيورونا وبيوضحوا سلوك bad يعني سيء، سلوك سيء bad behavior. فهنا احنا هنعمل يا اصحابي circle او دائرة حوالين الاطفال اللي بيعملوا سلوك polite او مؤدب polite behavior. طب واللي بيعملوا bad behavior هنعمل عليهم علامة x. تعالوا نشوف يا اصحابي كده الصورة من الاول. في هنا بنوتة اشترت حاجة، اشترت شنطة تقريبا، وبتدفع تمنها للموظفة اللي بتبيع الحاجات، وهي بتتكلم وبتتصرف بشكل كويس وسليم. فده polite behavior ولا bad behavior؟
polite behavior. شاطرين. polite behavior يعني سلوك مؤدب، فنعمل حواليها circle زي ما احنا شايفين قدامنا. طب الولد اللي بيعمل باي باي ده وبيلوح بايده بشكل مؤدب وهو مبتسم وجميل، ده polite behavior ولا bad behavior؟ polite behavior. شاطرين. polite behavior يعني سلوك مؤدب، يعني بيوضح لنا وبيعمل showing polite behavior، بيعمل سلوك مؤدب، فنعمل حواليه هو كمان circle. طب الولد اللي بيعيط وقاعد على الارض ومبهدل نفسه خالص، ده polite behavior ولا bad behavior؟ bad behavior. شاطرين. bad behavior يعني سلوك سيء، ده بيعمل سلوك سيء، سلوك غير مؤدب، bad behavior. طب البنوتة اللي ماسكة ايد باباها دي وواقفة ومستنية ان هي تمشي ومشيين خلاص وهي ماشية مؤدبة وجميلة، ده polite behavior ولا bad behavior؟ polite behavior. شاطرين. polite behavior يعني سلوك مؤدب، فنعمل حواليها circle هي كمان. طب البنوتة اللي واقفة هناك دي وعمالة تزعق وعمالة تلوح بإيدها وطالع جنبها علامة صوت عالي، ده polite behavior ولا bad behavior؟ bad behavior. bad behavior. شاطرين. bad behavior يعني سلوك سيء، سلوك غير مؤدب، سلوك سيء، فبالتالي هنعمل عليها علامة اكس هي كمان زيها زي الولد اللي كان بيعيط على الارض. طب واخر حاجة الولد اللي واقف هناك ده وبيجري وعمال يشد البضائع من على الحاجات وعمال يتصرف تصرفات مش مؤدبة، ده بيعمل polite behavior سلوك مؤدب ولا bad behavior سلوك سيء؟ bad behavior. شاطرين. bad behavior يعني سلوك سيء، فنعمل هو كمان، فنرسم عليه هو كمان علامة اكس او علامة غلط، وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده. خليكم معي ونوصل لبيج 39 او صفحة 39. وطبعا احنا لسه بنكمل التفرقة وان احنا ازاي نعرف البولايت بيهيفير او السلوك المؤدب والباد بيهيفير او السلوك السيء. فهنا يا اصحابي بيقول لنا count the number of children. يعني ايه count؟ count يعني عد. the number of children عدد الاطفال. showing good behavior، showing اللي بيوضحه good behavior سلوك جيد. write the number above، above يعني فوق، فوق the smiley face ده الفيس الوجه الضاحك ده، هتكتب عددهم فوق ال smiley face. في هنا في البيج زي ما احنا شايفين قدامنا smiley face وفوق منه line، هنكتب على line ده ال number of children او عدد الاطفال اللي بيعملوا showing good behavior او بيعملوا سلوك جيد. فتعالوا نشوف كده عدد الاطفال اللي بيعملوا سلوك جيد. 1 2 3. في 3 children showing good behavior، البنت اللي بتشتري من عند الموظفة والولد اللي بيعمل باي باي والبنت اللي ماسكة ايد باباها، دول 3 او 3 children، 3 اطفال بي showing او بيوضحوا good behavior. فنكتب هنا فوق السمايلي فيس او الوجه او الوجه الضاحك ده هنكتب 3. طب هو بيقول لنا هنا كمان ايه؟ count the number of bad behavior. count يعني عد. the number of عدد bad behaviors، bad behaviors السلوكيات السيئه. write the number above line sad face، هنكتب الرقم بتاع bad behavior ده فوق الساد فيس او فوق الوجه الحزين ده، فهنروح نعد عدد السلوك السيء اللي المفروض كان بيقوم به بعض الاطفال. الولد اللي بيبكي على الارض ده 1، والبنت اللي كانت بتعمل شاوتنج او بتزعق 2، والولد اللي كان بيجري وبيشد الحاجة والجودز من على الستاندات او الحاجات بتاعة المتجر ده 3. يبقى في 3 bad behaviors او في 3 سلوكيات سيئة، يبقى هنكتب هنا 3 فوق الساد فيس. يبقى عندنا 3 above the smiley face، وعندنا كمان 3
above the sad face. عندنا 3 أو رقم 3 فوق الوجه اللي بيضحك، وتلاتة كمان فوق الوجه الحزين، يبقى كده احنا عندنا 3 و3. طب يقول لنا هنا أضف the numbers الأرقام على بعضها، نجمع الأرقام على بعضها. How many total children؟ How many كم عدد؟ Total children إجمالي الأطفال are in the store، are in the store اللي كانوا في الستور أو في المتجر. عندنا 3 و+3 إيكوال كام يا أصحابي؟ 6. شاطرين 6. في عندنا 6 children أو 6 أطفال في الستور ده أو في المتجر ده. وبكده نكون أنهينا حل البيج دي وأنهينا معها شرح درس النهاردة. وفي الختام أتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتم. لو أعجبك الفيديو أعمل لايك، والأهم أنك تشارك الدرس ده مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما أن في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاك كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.